اختي امي صيمتها وهي قاعده ما بلغتش يعني عليها علامات لكن لم تنتهى الدوره بعد. اي اذا كان عليها علامات نعم نعم عليها علامات يعني شعر وصدر هيك لكن لم تنتهى الدوره بعد. نعم امي صيمتها لك. هل عليها مشقه من الصوم؟ لا الحق ما لها. لا لا الحمد لله. عموما البلوغ بلوغ الأنثى ليس شرطا أن يكون بالحيض، الحيض هو أحد الأدلة على البلوغ، لكن إذا كان يعني إذا بلغت 15 عاما أو حصل إنبات شعر الخشن حول العانة أو الاحتلام، والمرأة هذا للرجل والمرأة، والمرأة تزيد شيئا رابعا وهو نزول الحيض، فإذا وقع لها أحد هؤلاء الأربعة فإنها تعتبر بالغة، ليس شرطا أن يكون نزول الحيض فقط هو الدلالة على بلوغه. فإذا كانت بلغت فتصويم أمك لها صحيح، أما إذا كانت لم تبلغ فإن الصوم في حقها ليس واجبا، إن صامت فحسن وإن لم تصم فليس عليها.